يشبهونا، هما يحكيوا علينا، هما يمثلوا فينا ويمثلوا علينا. مشينا معاهم، سافرنا، ضحكنا، حلمنا وعشنا معاهم. هما احنا، هما برشا حكايات، الحكايات اللي ما توفيش. هياك حكايه حموده بن حسين وانتصار عيساوي، تحبوا تعرفوها؟ تفرجوا معايا. ليس إلا ماذا؟ والله ليس إلا مسرحية، وليس إلا برشا نقاط. تعال عندنا ثقاب، عندنا ما نعرفش احنا وين ماشيين. تحب نعرسوا يا اخي؟ احنا مش ديجان عرسين. ليس إلا ما كانت الفنانة اللي مازالت ماهيش فريمون واضحة في المجتمع بارابور لهالمنظومات اللي قاعدين يتوا في السياسة ويخرجوا في البلاتوات. ليس إلا معناها واقع من تونس. ليس إلا تونس، لا ليس إلا تونس. وي داخلة بعضها، غياب المعنى، غياب التواصل، شذرات متشتتة، قاعدين لوجوا. وي ليس إلا سبب شوية مشاكل. مثلا ما عنديش دار. مثلا ما عنديش دار. سيدي هذا زي ما عنديش فرش، ولا ما عنديش مستوى، ما عنديش بار، ما عنديش مدفون، ما عنديش خلق، ما عنديش ريو، ما عنديش دراسة، ما عنديش معقول، ولا عندي حتى شيء. ليس إلا مجتمع، ليس إلا كائن ما ريتش تونس فيها. ريت إنسان يحكي، يحب يوصل، يحب يعبر على حاجة. فماش تناسق، فماش تناغم، يحاولوا يلقاو بعضهم. ليكوبل عن شقاق كبير برشا، انبتات مام، فهمت؟ ليس إلا انبتات. تخبط لا وريه صفح. أنا هو من انتخبت بهم الكل. أنا شو نعرف شكون انتخبت؟ ليلة شفنا ليس إلا مزيانة، عمل الحضور مزيان، الحمودة وانتصار، برشا حب، برشا أنتونت بيناتهم. ليس إلا عمل فني مسرحي يلزم تجي الناس تتفرج فيه. ليس إلا كيستيونمون على الوضع الآن وهنا، ودو كوبل صاروا فلات لمجد لا سوسيتي، و سي دي زين اكزرسيس دو ستيل سامباتيك. قدكش مانياك. أنا تقول لي مانياك؟ أنا تحت الدوش تقول لي مانياك؟ المسرحية هذية حبت تحكي على هي الأنثى والرجل، معناها دو سيكس اللي قاعدين يعيشوا في البلاد فيما بعد الثورة، سورتو موجودة لا ديبريسيون، الأنارشي، لو كيستيونمون، معناها والتعجب والنقطة والفاصل. ليس إلا تونس، معناها فريمون كومبرون ريان، يون في ريان، وما عنديش مستقبل، نحسوا في مستقبلنا ديجا ولا ورانا. ما فماش ليس إلا اليوم، ما تفرجش أنا، تفرجش في مسرحية خفيفة نظيفة محلاها. يعني كيفاش نقول سامباتيك برشا، ضحك تفرهد. وهم ثم حكايه مهم حبوا يحكيوا على الحكايه، مي العباد شيخت بالضحك. بالنسبه لي انا هذاك الشيء اللي نحبه. تفرجتي برشا مسرحيات يحكيوا على حياه الزوجين المرضيه. المسرحيه هذه بالحق من المالوغ ردته بونور. العباد الكل دخلوا مدبرمين، جيب ايدك سمايه الرفيق عامله هكا، فهمت؟ العباد الكل خرجوا فرحانين، عاملين جو، برشا نكته موجوده، برشا طرافه. عينيك فيك ما على الاخر بيان سور. هما نحنا، هما تونس، هما صرخه، هما جيعه، هما احنا، هما احنا، هما انا وانتي
اللي عايشين في الوطن هذا. هما احنا واحنا هما بيان سور منجمو كان نكونوا احنا انتم. لا هما هما الكوبل التوينسه اللي كنا نحكيوا عليهم. احنا وهما كيف كيف راهو كي تجي تشوف خاطر الكلنا عباد والكلنا عندنا احساس والكلنا نحبوا سنسيبيليتي الباهيه والخدمه الحلوه. شنو هي وظيفتك في الحياه؟ احنا نتوما اليوم اما بنظرة اخرى تنجم تقول عليها نظرة تجريدية او تجريبية او نظرة عبثية. يمكن السؤال نكون نحن هما وصلنا فهمناهم حطونا على الركحة هبطوا معنا اللوتة حبوا يوصلونا ليس إلا وليس إلا مجرد كلام وفيه برشا معاني. لو كان اللوج على رويحنا زعما نلقاها في ليس إلا نجم تلقى تنجم مش كيما تحب أما تلقى روحك. اللي شفناه يصير عن الناس كل معناها هاي نخرج ما نخرجوش وهي وإيديولوجيا زعما حجاب نقاب ولا خلي هكا ولا نقدم ولا نرجع لتالي توسو كريستيان مولي عايشين وتوانسه كل موجودين. احنا انت موجوده في ليس الا انا موجوده اللي تخدم في الكنام موجوده اللي ما نعرفش اي كوبل تونسي اي كوبل في العالم ينجم يلقى روحه في مسرحيه هذه. انا العالم ليس فقط مسرح وعودة الفلكلور وحب بلادك مالو حب بلاد احد سمع مسرح احد نلقاو برشا من رواحنا في ليس إلا نلقاو برشا من هي وهو وعلاقة الكوبل والمرأة والراجل والحسرة في بلاصة شنو تنجم تعطي والعلاقة الزوجية وبرشا حاجات حلوة. جي فيكو دو بوكو دو مومون منها المسرحية دي في حياتي فيما ما يسمى بالثورة اونتر غيمي معناها عشت شيء ذيك نلقى روحي مي يبخي. وليس إلا اللي تكلموا يقول لك سوف سي سولمون إيسي تسمع كان سي سولمون سي الآن وهنا وهي شنو هو الآن وشنو هو الهنا. ادخل اليمين ثم اخرج اليسار مادام الأمري راضي يفهم علينا أقدام الأمهات يا جوليات سأدخل أقسم لكم